السلام عليكم وتحيه طيبه لكل الاخوان والاخوات المستمعين قناه كريم كسري. مرحبا بكم معايا جديد في هذا الفيديو الاخوان. بغيت نتقاسم معكم يعني اخر المستجدات اللي كاينه هنا في اسبانيا بخصوص يعني كورونا اللي كتعرفوا يعني غاداو في تزايد ودايره مشكل كبير هنا في اسبانيا بعد ما اسبانيا دارت تعليق ديال الرحلات بينه وبين ايطاليا. الاكثر تضررا هي ايطاليا. هنا بالنسبه لاخر المستجدات ديال كورونا هنا في اسبانيا الحالات غاداو كتزايد طبعا الحركه ومعرف هذه القضيه هذه واكثريه في مدريد وفي البيس باسكو خصوصا فيتوريا. المشكل اللي كاين حاليا اللي كيعانيو منه الناس دابا خصوصا في المناطق ديال مدريد والبيس باسكو كاين واحد النقص كبير في المواد الغذائيه خصوصا في الليدل الدي ميركادونا. يعني الليدل يعني اعلنت واحد النداء بان نقص في المواد بعض المواد طبعا الحال ماشي كل شيء الغذائيه لهذه المناطق هذو. كاين واحد الخوف واحد الهلع الناس كتشري بواحد الكانتيدات كبيره خصوصا مثلا في مدريد. انا البارح شفت واحد الريبورتاج بقيت زعما مصدوم الناس كتشري واحد الكانتيدات كبيره بحكم ان انتم عارفوا اخر الاجراءات اللي دارت الحكومه الاسبانيه هو سدد دابا المدارس والجامعات في مدريد وفي فيتوريا والمناطق ديال تمايا شدت سدوا لمده 15 يوم. يعني ما غادي يقراو لا الدراري الصغار لا الدراري الكبار المدارس والجامعات مسدودين. فمن بعد هذا الاجراء هذا ومن بعد الناس عاوتاني كما كتعرفوا الناس كيبقاو في الدار دابا غادي يقابلوا ولادهم وداك الشيء والدراري يبقاو في الدار الناس بقات كتشري واحد الكانتيدات كبيره. وكاين الناس واخا ما عندهمش الدراري كيشريوا واحد الكانتيدات كبيره كيشريوا السخره بزاف متخوفين ان من دابا شي ايامات ما يلقاوش ديك المنتوجات ولا. ومن الحالات دابا ملي كتبغي تمشي دابا في السوبر ميركادو وقع بحال اللي وقع في ايطاليا بالضبط. كاين نقص كبير في المواد الغذائيه في بعض المواد الغذائيه في المناطق ديال مدريد والبيس باسكوس. يعني ما عرفتش يعني في الايامات القادمه الحل واش غادي يكون اسوء ولا غادي يكون كما هو عليه ولا غادي يتفاقم اكثر الله اعلم. المهم الوضع ما كيعجبش والحال ما كيعجبش والناس متخوفين بزاف في هذه المناطق هذو. مازال مناطق اخرى مثلا بحال دابا هذه الجويه ديالنا ديال الخيرونا والمناطق المجاوره يعني كيطومارو الكاسو يعني عادي الناس ما مقلقين زعما ما متخوفينش منه. كاين شويه الاجراءات الاحترازيه لاحظنا هذه القضيه هذه كاين شويه الاجراءات الاحترازيه حيت الصباح هذا كنا في السبيطار انا والمدام على شي غرض وشفنا بان كاين الاجراءات في الريسبسيون دايرين الكمامات دايرين البريره ما تقربش عندهم الريسبسيون ما تجيش لبرا. المهم الانسان الاخوان يعني واحد القضيه مهمه بزاف في هذا المشكل هذا. دابا هذا الشيء هذا واحد النهار غادي يتسالى هذا الشيء هذا دابا حنا غاديين فيه واحد النهار غادي يتسالى. اللي مهمه بزاف شنو الانسان خصو يدير الحاجه اللي مهمه بزاف هو الانسان انه خصو الوقايه قبل العلاج. في الاماكن العموميه جنب التوكر اي حاجه في شي سبيطار ما تقيس والو في شي اداره ما تقيس والو حتى شي حاجه ما تقيسها ولا قستي شي حاجه قستيها بيدك ما تجيبش يدك لوجهك نهائيا ما تقيس لا وجهك لا عينك لا نيفك بصفه نهائيه لان مباشره ملي كتقيس في يدك شي حاجه وكدير وجهك ولا نيفك ولا عينك ولا حكيتي عينك ولا درتي هكا ولا درتي هكا كون اكيد غادي تقاس وبصفه مباشره. فهو المشكل كامل طالع على انك الا لمستي شي واحد او شي حاجه قاصها شي واحد مصاب غادي تصاب حتى نتايا. اهم حاجه تركزوا عليها هو ما تقيس حتى شي حاجه اخرى اللي هي بوبليكو خارج الدار ديالك ما تبقى تقيس والو ما تسلم ما تقيس يعني حيوض ما السنسور فتحوا بشي كاغات الباب فتحه بشي كاغات ديما دير شي كاغات في يدك فتح به الباب او السنسور او اي حاجه لان الحاجه اللي هي عموميه كيستعملها الجميع لابابوس مثلا تمشي لابابوس ديال السبيطار او ديال دي كنتي في واحد البار كتشرب قهوه مثلا ومشي لابابو ما تقيس والو حتى ديك الكادينه باش تهبط الماء حتى هي ما تقيسهاش بيدك ديرها دير الكاغط عليها. الباب اللي غتدخل باش تفتحها دير الكاغط عليها وعاد تدخل فتح الباب ما تفتحش الباب بالكاغط مباشره بيدك هكا لان الفيلم كامل طلع على اللمس. قالوا الخبراء بان الفيروس هذا مني كتقيسو كيدير واحد الجلده على اليد ديك الجلده على اليد ما كتحيدش بالماء او لا بشي حاجه اخرى كتحيد اما بديك الجيل اللي كيتباع في السوبر ولا كيتباع في الصيدليه ديك الجيل اللي داير بحال الصابون ولا كيتحيد كيتحيد بالصابون مباشره. اي صابون كتغسل به يدك كيتحيد. هذه هي الطريقه اللي كتوقي راسك منها من هذا المشكل هذا. فالانسان الاخوان يركز على هذه القضيه هذه ديال النظافه والوقايه خير من العلاج. ولا بغيتوا تعرفوا بالضبط جميع التفاصيل والنصائح اللي هي مهمه واللي عطيت لكم واحد حسن مني انا كيوتيوبر دخلوا عند القناه سي الفايد. سي الفايد عنده معلومات جد مهمه في هذا الموضوع هذا وراه ما كاينه لا اعشاب ولا ديك الهضره الخاويه ديك ما كيطلعوا لنا ديك الطوفيليات اللي كيطلع في القفازه هذه العشبه هذه صالحه هذه العشبه هذه صالحه. هادشي كامل دابا كيستغلوا الفرصه. دابا شنو كاينه دابا كيستغلوا الفرصه بحكم ان هادشي هذا
الناس متخوفين، كاين تخوف عالمي، كاين الاعلام نجح في تخويف الناس في هذه القضيه هذه، وحاجه في نفسي يعقوب، يعني هما اللي عارفين هذه القضيه هذه بطبيعه الحال، يعني كتعرفوا ان الحرب الاقتصاديه عالميه راه هذا بادره في العالم، وكان هذا كورونا واحد من الاسباب اللي خلعوا بها الناس، واخا دابا اللي جينا الحقيقه والواقع اللي كيقولوا دابا كورونا كيقتل الناس الى غير ذلك، راه 8500 طفل كتموت يوميا بسبب الجوع في افريقيا، 8500 طفل يوميا، احصائيات رسميه من المنظمه العالميه اليونيسيف كتصرح هذه القضيه، 8500 طفل يوميا كتموت بالجوع، وحتى شي واحد ما كيقولها في التلفازه، ما كنشوفوا اعلان، ما كنعرفوا نهائيا، ما كنعرفوش هذه الاخبار هذه بصفه نهائيه، يعني 8500 واحد كتموت يوميا، حاله ماشي عاديه وماشي سهله، ولكن ما بنادم ما مخلوع ما والو، علاش؟ حيت كورونا اكثر من الجوع. فهادو كيموتوا بسبب نقص التغذيه والاوبئه والامراض اللي كيعيشوها في البلدان ديالهم، خصوصا في افريقيا بطبيعه الحال، وفي الدول ديال بحال الدول ديال اسيا، الدول اللي فقيره. هادشي هذا احصائيات رسميه من منظمه العالميه للطفوله كتقول هادشي هذا، ومع ذلك ما كاينش ديك التهويل وديك الخوف وديك الاعلام، يعني اللي هو كما كنشوفوا حنا على الفيروس هذا اللي داير خبره في العالم. فمادام ان الاعلان نجح في هذه القضيه هذه وروجنا هذا المرض هذا بزيان وخدا حقه، يعني حقه الكامل، اي تلفازه، اي قناه قلبتي لها، اي حاجه بغيتي تشوفها كتلقى جميع القنوات بصفه عامه، الجريده تيطلع لك في الراس ليل ونهار، كتلقى كلشي كيهضر على نفس الموضوع، يعني صراحه يعني كيقنط هادشي هذا. الاعلان نجح بدرجه كبيره باش يبيعوا، باش ياخذوا واحد الهدف اللي هما كيرسموه داك الكبار المتزعمين اللي كيتحكموا في العالم. العالم راه كتعرفوا كتحكم فيه واحد المجموعه بسيطه كتحرك العالم كيف ما بغات، خدات المراد ديالها، غادي تبيع داكشي اللي بغات تبيع، وغتخدي المصالح ديالها، غطيح البورصه بديك الطريقه اللي بغات، وغتخدي المصالح ديالها، ومن بعد غادي يجي، يعني هي مساله شهور، وغادي يتسالى كل شيء، وغادي سيبا ا ديسابارسير كما كنقولوا، هادشي كامل غادي يتسالى. فحنا كناس عاديين بهذا المشكل هذا، خلينا دابا من الاعلان وداكشي كامل، باش نبقاو الناس سانوس ونقيين، نديروا حنا الوقايه ديالنا وصلت عنبي، الا قاسنا ما عندنا ما نديروا، الله يجافينا، ولا ما قاسناش راه حنا دينا الوقايه ديالنا. اصلا النظافه راها مزيانه، اصلا راها مزيانه، اصلا واخا بلا ما يكون هذا الاعلان هذا ولا هذا كورونا ولا صداع الراس كامل، الا الانسان دائما كيغسل يده بالصابون ونقي وما كيقاس يده في وجهه، داكشي راه المرض هذا ومرض اخر راه كاين انواع، شي هاد كورونا في انواع، راه فيه اس ا جوج وفيه كوفيد 19 وفيه بزاف ديال الانواع، يعني بزاف ديال الانواع مختلفه اللي كاين الناس ديال الطب كيعرفوها، يعني كل وحده وكاملين خطيرين، حتى شي وحده ما سهله، كلهم خطيرين، ولكن الترويج الاعلامي ما كناش نسمعوه حتى جا هاد المره هادي اللي زعما دار خبله في العالم. حنا بالناحيه ديالنا كنتمنوا السلامه، ونتمنوا هادشي هذا اللي جا يمشي بحاله، يتسالى هذا الصداع الراسي، يحيد. دابا الناس كتسيق كل شيء، والناس تمام، دابا المشكل ماشي دابا دابا الناس دابا كتسيق، وهذاك كتسيق، ولكن ما كتطبق داكشي اللي تطبقه، يعني بصفه عامه كان ممكن هادشي هذا يفرني، هذه شحال هذه شحال كان ممكن هادشي هذا يوقع لو كان ان الانسان كيدير الوقايه ديالو دائما، كيحافظ على النظافه ديالو، اليدو، المسائل العموميه دائما يكون عند عليها بالحذر، من الاول كان غادي يكون الانسان نقي وما عنده حتى شي مشكل، ولكن مع الاسف هو جا دابا، على الاقل الانسان دابا بدا كياخذ توعيه بان من دابا الفوق الانسان خصو قبل ما يقيس شي حاجه ولا يدير شي حاجه، خصو يعرف راسو شنو كيدير، ويعرف راسو شنو فين كيتصرف، ويحضي راسو. انا كنصحكم كاملين الاخوان تهودوا دوزوا القناه دكتور الفايد، فيها نصائح جد مهمه الدكتور محمد الفايد، غادي تستافدوا منه بزاف معلومات مهمه، الطريقه باش تعيشوا مزيان، الطريقه باش تاكلوا مزيان، الطريقه باش تصرفوا في حياتكم مزيان، اي حاجه واي معلومه كتقلبوا عليها غادي تلقاو عند هذا السيد هذا المحترم، والقناه ديالو تستاهل تكون ولي قناه مليونيه، ماشي قناه ديال 300000، دابا راه مزيان غدا مزيان، ولكن تستاهل مليون، جوج، ثلاثه، عشرات المليون، ويستاهلها ويفوتها، احسن من واحد كيدير لكم الفلوغات وكيفرجكم في الدريات ويساريكم جيت البحر، والفيديوهات ديالو طالعين في الطوب في الطوندوز، هو الاول ما كيقدم حتى شي حاجه للمجتمع، وطالع في الطوب وطالع في الطوندوز عاد. فكنتمنى ان الميساج ديالي يوصل لكم كاملين الاخوان، تحياتي لكم كاملين، شكرا على المشاهده، والله يشافينا ويعافينا كاملين ويحفظنا من هذا المرض هذا الخطير، تحياتي لكم كاملين، ديروا لنا لايك لعجبكم الفيديو، تنشوفوا القادم، السلام عليكم. Thank you.